اخي لك يردوا يرد عليكم البلاطة. اخر على الغار قال لي ابو معدل سمان انه طالعكم للغار. دقيقة يا اخي الباب مقفول لجيب المفتاح. الو السلام عليكم يا اخي. بدي ابو عادل. انت ابو عادل؟ ابو عادل انا انستك شكريه. ايه شو بدي اقول لك، انا لساني ببيت اخي وفي واحد عم يدق الباب قال بده يمد جره الغاز بس بين عليه مجرم. ايه تقبرني لا تطول الله يخليك. ايه طول بالك يا اخي عم دور على المفتاح. الو الو يا اخي بدي اخي عزمي انا اخته. لك يا اخي ما عم لاقي المفتاح طول بالك علي شوي. الو عزمي؟ لا لا ما في شيء. اجا واحد جايب جره غاز. انت موصي شيء على جره غاز؟ اي السمان. لك اخي اللي عندك لسه جديده بدل الفاضيه. طيب طيب مع السلامة. يا اخي انت متأكد انه انت تبع الغاز؟ ايه اختي انا طاهر. طيب عافيني علامة. ايه علامة شو؟ ارفع الجرة على كتفك لنشوفها من العين الساحرة. خليه قدام الباب ورجع لورا. انا مد ايدي وبسحبها وبعدين بجيب لك الجره الفاضيه. شفتيها؟ ايه شفتها. حطها وبعيد لورا. هيك منيح؟ ايه منيح. خليك عندك ها خليك عندك. شوفي اختي شوفي. استنى هون لبين ما اجيب لك الفاضية. اخي قلنا لك عفوا شبك خلاص هن كفين اكلتوا الشبك خلص. عم اقول لك عفوا روق. عفوا عفوا انا عفوا مو انت. خلص مثل ما بدك. صافي يا لبن روحي انت روحي. يلا امشي روح الله معك. حرك شبعك حرك.